بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة، واقتدر على الأشياء بالقدرة، فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنه عظمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق. اللهم صل عليه صلاة دائمة، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء. اللهم وصل على صبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على أمان الأمة وقائد الملة الإمام الهمام والسيد الضرغام نجاة العباد في يوم المعاد، سليل الأنبياء ووارث الأوصياء، الطريق المستقيم والصراط القويم، المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. أخوتي أخواتي، قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال أيضا في سورة الواقعة: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وهناك أكثر من آية تحدثت عن الأهم من الثروات الطبيعية التي وهبها الله تبارك وتعالى لنا. وهذه النعم الكثيرة التي بعضها نحيط به والبعض الآخر لا نحيط به، لكن معلوم أن نعمة الماء هي نعمة خاصة، وهذه نعمة نحتاجها يوميا، فنبني بهذه النعمة أنفسنا ونتقوى بها، ويشتد عودنا ونعمر الأرض ونزرع، فأي شيء بلا ماء لا قيمة له. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه الآية التي عرضتها على مسامعكم تشير إلى نكتة مهمة في قضية الماء، بعد أن يبين القرآن ما قبل هذه الآية
وما بعدها مثل ما قبلها يقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله لا تغيب عنده الأشياء. ثم قال وأرسلنا الرياح لواقح. الرياح تلقح أو الرياح تنقل. شاهد ما نريد أن نبين هذا. قال فأنزلنا من السماء ماء. اليوم بحمد الله تعالى وأمس إن شاء الله تعالى دائما ينزل الماء ويكون رحمة للجميع. ثم قال هذا الذي أنزلناه الماء فأسقيناكموه. الفائدة التي تريدون حصلت. ثم يعطف القرآن القضية في نقطة مهمة قال وما أنتم له بخازن. التفتوا معي لهذه المسألة. أنا كما قلت دائما الكلام ليس تفسيرا حرفيا للآيات الشريفة ولا ندعي ذلك، وإنما إشارة لبعض نكت القرآن لاعتقادنا أن دائما نكات القرآن هي معنا لا نقف عند حدث. عندما تحدثنا عن فرعون لا نتحدث عن البطاقة الشخصية لذلك الفرعون مع موسى، وإنما نتحدث عن سلوك اسمه سلوك فرعوني تميز به ذلك الشخص وأصبح هذا السلوك عند كثيرين، فكل من يسلك هذا السلوك يدخل في خانة الفرعون وعليه أن يتحمل هذه الصفة لأنه فعل عين الفعل. وهكذا عندما نتعامل مع مصلح كموسى كالنبي صلى الله عليه وآله كالأنبياء أيضا تارة نتحدث عن البطاقة الشخصية وهي مهمة وواجب علينا أن نعتقد، وتارة أيضا نتكلم عن منهج إصلاحي قاده الأنبياء سلام الله عليهم أو من يمثل الأنبياء بهذا المعنى أيضا نتحدث. هذا المنهج له خصائص وهذا المنهج أيضا له خصائص. فإذا القرآن الكريم عندما نتحدث عن الظالمين أيضا الظالم هو الذي يسلب الحق. هذا الظالم سواء كان قبل 1000 عام أو 500 عام أو الآن أو بعد 1000 عام. منهج، نتحدث عن منهج. القرآن يلفت النظر إلى خير، والعاقل هو من يستفيد من ثروات الأرض أو السماء. أنا الآن لا أتحدث عن قضايا غيبية وهي مطلوبة وواجبة، لكن في مقامنا الآن أتحدث عن ما يتوازى أو يتساوى مع هذا الجانب، ألا وهو اعقل وتوكل. الإنسان يعقل يعني يبذل جهدا حتى يمنع أفرض هذه الدابة أن تهزم، ثم يتوكل على الله في حفظها. تزوج حتى تدعو الله أن يرزقك ولدا، أما إذا أنت غير متزوج تدعو الله تعالى أن يرزقك ولدا هذه الطريقة خطأ لا يجاب لك وإن 100 سنة. الله تعالى جعل أسبابا طبيعية هو أوجدها وأمرنا أن نهتم بها ونرتب الآثار عليها. كلامي طبعا
كلام عام ليس له أي جنبة سياسية بالمرة، أنا لا أتحدث عن هذا الموضوع، وإنما بتقصيرنا كيف نتعامل مع الثروات التي وهبها الله تبارك وتعالى لنا. نحن نغفل إخواني، نحن ننسى، نحن نتجاهل، نحن نجهل، لابد أن نعترف، لكن علينا أن لا نبقى جاهلين، علينا أن نذكر أنفسنا، علينا أن نقيد العلم حتى نحفظ، علينا أن نوقظ أنفسنا من غفلة قد تكون فيها في بعض الحالات مشاكل. القرآن يقول هذه رحمة أنزلتها لكم وأسقيناكموه، لكن المشكلة ما أنتم له بخازنين. أنا قلت الكلام ليس تفسيرا، قد الآيات لها مدلول أخرى، أعيد حتى أن ترتفع الشبهة. هل هذه الآية نستفيد منها فائدة؟ علينا إخواني أن لا نغتر بالسعة دائما، علينا أن لا نغتر بما هو موجود دائما، علينا دائما أن نستشعر هذه الرحمة ونتعامل معها. في زمن يوسف عليه السلام عندما أخبرهم بجدب النيل، احنا طبعا نسأل الله تعالى أن لا نرى جدبا عندنا، لكن أنا أتحدث عن حالة تفاجئوا أن هذا لا يتصور النيل يجف، لأنهم وعوا وشربوا وأكلوا وسمعوا وإلى آخره. الله تعالى يربينا أخواني، الله تعالى يريدنا أن ننتبه، يريدنا أن نهتم. هذه ثروة، صن هذه الثروة، احفظ هذه الثروة، تحفظها أن تعمل عملا صالحا جزاك الله خير، هذا المطلوب، تحفظها أن تصونها من الضياع، تحفظها حتى الناس تستفيد، هذا هو المطلوب. أما أنا لا أكترث، لا أبالي، ليس لي علاقة، المهم أنا إذا كان عندي شيء فلا نزل القطر. هذه المسألة خلاف تصرف العاقل، العاقل هو الذي يستفيد من الثروات، هو الذي يهتم بالثروات. نحن عندنا أرض وسماء، بني آدم على هذا ماذا عنده؟ عنده أرض عليه أن يعمر، وعنده سماء فيها تعاليم عليه أن ينفذ، وهذه الأرض علاقة بين الأرض والسماء موجودة، فإذا يبتعد عن السماء يبتعد عن الأرض، بالنتيجة ماذا سيكون؟ لا يحصل على شيء. هذه الرحمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى يجب أن تصان، يجب أن نحافظ عليها، كلام للجميع، لكل من يستشعر الرحمة، يجب أن نتحسس هذه الرحمة وكيف نداري هذه الرحمة. لذلك إخواني هذا الماء نعمة، وهذه النعمة علينا أن نحافظ عليها، علينا أن نفتش عن وسائل كثيرة وكبيرة للمحافظة عليها، علينا أيضا أن نهتم بها ولا نبذر ولا نسرف، وإنما نتعامل معها نعمة تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى متابعة منا، حتى جزء من شكر الله على هذه النعمة أن نحافظ عليها. هذه النقطة الأولى التي هي من الآية الشريفة. النقطة الثانية
في مشكلة، والمشكلة أخاطب بها جميع الأخوة الذين تعودوا على أن يتعاملوا مع الأشياء بطريقة عنف. أقول ليس هذه هي الطريقة المثلى لحل المشاكل. نسمع بين الفينة والأخرى مشاكل بالسلاح على أشياء جدا جدا بسيطة وساذجة، وتراق فيها دماء، ويتجيش مع هذا حفنة من الرجال الأشداء، ويتجيش مع هذا حفنة من الرجال الأشداء ويتصارع، ولغة الحكمة تفقد ويلجأ إلى العنف. من كان أقوى يغلب صاحبه، وهذا منطق يفترض أن يكون منطقا هجر من سنين. بعض المشاكل تصنع مشاكل مياه. سبب أن أتكلم، بدل أن يتكاتف الناس لتنظيم أمورهم ومن جملتها أمور المياه، يتحول أحدهم إلى ذئب مفترس حتى يفترس أخاه ويمنع عنه هذه الثروة اللي الله تبارك وتعالى خلقها. لا تلجأ إلى وسائل العنف إطلاقا. تميزك عن سائر المخلوقات أن الله تعالى رزقك عقلا، بإمكانك أن تجلس تتحاور تتفاهم حتى تنقضي المشكلة، بل هذا الجلوس والتفاهم والمودة يعجل بالقضاء على المشكلة. العنف لا يقضي على المشكلة، العنف يفتح مشكلة ثانية وثالثة، فضلا عن المحرمات الكثيرة والترويع وعدم الطمأنينة وعدم السكينة بسبب وجود بعض الذين لا يرعون عن ارتكاب المحرمات. فإذا أخواني، ملخص ما قلت، نعمة المياه المطر نعمة تحتاج إلى الحفاظ، تحتاج إلى التخطيط، تحتاج إلى المتابعة الدقيقة للحفاظ عليها، لخزنها، لصيانتها. نقطة ثانية، لا نلجأ إلى العنف لأي مشكلة تحدث، وإنما لابد من حل كثير من الأمور بالروية والتعقل، وعلى الحكماء أن يبرزوا في المشكلة. الحكيم، الشخص الحكيم نحتاجه دائما، لكن حضور الفاعل يجب أن يكون في المشكلة. في المشكلة لا يمكن قول السفيه يؤخذ، علينا أن نأخذ قول الحكيم، لأن هو الذي ينقذ المشكلة. هذا ما عندنا وما سمح به الوقت، سائلين الله تبارك وتعالى بهذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وبهذه اللحظات الذي ينزل فيها الغيث والمطر، اللهم يمطرنا إن شاء الله تعالى ويكون مطر خير يكون لنا ولا علينا، والله تعالى ينعش الأرض ويروي أراضينا ونفوسنا ويكثر زرعنا بمحمد وآله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.